بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عبد المنعم بدر من أبناء مدينة مصر الخيرية. بدعو كل مواطن حر وأصيل ما يتخاذلش ينزل يوم الانتخاب ويدلب صوته، يدلب صوته للراجل اللي أنقذ مصر من الهلاك، أنقذنا من ناس وشفنا الحرائق وشفنا وكنا بنخاف نطلع نمشي في بالليل وده وده. فالراجل ده اللي جميل في عنق كل مصري يفهم الأصول، الراجل ده اللي وقف مصر وعفاها وكانت جثة هامدة وعفاها وجاب لها كونسلت من الدكاترة عفاها وعفيت ووقفت وجيشنا العظيم. ما هو جيش مصر ده منين؟ ما هو ابنك وابني وابن عمي وابن اخويا، ما همش مرتزقة، ناس بواسل وضحوا كتير، وبرضو رجال الشرطة البواسل. يعني مصر بخير والله طول ما الراجل واحد قائد عظيم زي الراجل ده الله يكون في عونه. بالنسبة للأحداث اللي حوالينا من ليبيا، السودان، اليمن، يعني فالله يكون في عونه. اللي عنده عيل بيتوه فيه، ما بالك ده 105 مليون غير إخواننا النازحين اللي جم من سوريا وجم من هنا ومن هنا. ده الله يكون في عونه شايل حاجات في ضميره، والله العظيم ما نعوضه. وبتكلم الكلام ده مش مرسل، من قلبي، لان راجل يعني اول ما جه في الحكم قال ايه؟ انا ما معيش عصايا سحريه. انا بقول لا، معاك يا ريس عصايا سحريه، ايمانك بربنا ونظافتك وادبك وعمره، حتى اللي كانوا بيهاجموه عمره ما عاد في حد. فربنا يديك الصحة، يمتعك بالصحة والعافية ويحيطك بعنايته، وكلنا قلوبنا معاك. والله مصلحتنا ومصلحة كل مواطن. ويا جماعة ما تسمعوش الكلام اللي هم بيترمي كده، ده ناس ما هيصدقوا يولعوا في البلد ويولعوا فينا. انزلوا وودوا صكوا وما تلتفلوه، ما فيش حد يتلفت وراه. راجل ربنا معاه، وعشان هو ربنا سنده بينتصر في كل حاجة بحكمة واقتدار. وعارف احنا مش عارفين حاجة، هو فاهم الدنيا كلها ماشية ازاي. اللي شايفينه هم، احنا مش شايفينه. احنا شايفين ان احنا قاعدين في امن وامان وراحة وكل حاجة كويسة وماشية، والشعب المصري هو ماشي هو عايش. فيا ريس ربنا يعينك ويمتعك بالصحة.